بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمر به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في دراسة كتاب البحث الرائق في الزهد والرخائق، وتكلمنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق عن علامات صحة القلب ومحبة الرب عز وجل. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في جملة دروس يعني أخرى في أسباب مرض القلب وسمومه الضارة، ثم بعد ذلك نتكلم عن أغذية القلوب، أن كما قلنا أن القلب أولى بالاهتمام يعني من الجسد، لأن حياة الجسد وصحة الجسد تؤهل العبد لحياة في الدنيا غير منغصة بالمرض، أما حياة القلب فتؤهل العبد لحياة يعني طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. وموت الجسد يقطع العبد عن الدنيا، أما موت القلب فيقطع العبد عن الدنيا والآخرة، ويشقى يعني أبد الأبد. ولذلك يعني قال يعني بعض السلف: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد، أي مراده منهم صلاح قلوبهم، وصلاح القلوب أن تمتلئ بحب علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. وقال بعضهم: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فاعلم أن المعاصي كلها سموم لقلوب العباد وأسباب لمرض القلب وهلاكه، كما قال بعضهم: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالمعاصي كالسم للقلب، يعني إما أن تمرض القلب وإما يعني أن تميته. قال ابن القيم: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الدنيا، دار الشرور والآلام والمصائب؟ وما الذي يعني أخرج إبليس من ملكوت السماء، وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورتي وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نارا ترضى،
فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عيني غاية السقوط، وصار قوادا لكل فاسق وظالم ومجرم، رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعيادك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أرسل على يعني أهل الأرض، ما الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء يعني فوق رؤوس الجبال، يعني في قصة نوح عليه السلام. وما الذي أرسل على عاد الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وكانت عاد عمالقة، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فأرسل وكانوا يقولون من أشد منا قوة، كما كانت أمريكا يعني تقول ذلك، فأرسل الله جل عليهم ريحا يعني هواء أشد منهم قوة، فكان يحمل واحد منهم إلى السماء ثم يخذف به إلى الأرض فينكسر رأسه، ثم يدخل الهواء في جوفه فيسلب ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم وباتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم لوط جبريل عليه السلام فحملهم على طرف جناحه، حمل القرى اللوطية على طرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، ثم أمطرهم، وهذا مناسب لانتكاس يعني فطرتهم، فجعل عليها سافلها، ثم أمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على أهل مدين قوم شعيب أصحاب الأيكة سحاب العذاب، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فظنوا أنه سحاب ينزل عليهم بالرحمة والمطر، فأمطرهم نارا ترضى. وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي أرسل على بني إسرائيل يعني قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا رجال وسبوا نساء والذرية، وآخر ذلك أن أقسم الرب جل وعز ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فكل هذا بسبب الذنوب والمعاصي، فما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، ما نزل البلاء يعني إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولذلك يعني في تفسير قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قالوا الحسنة يعني قد لا يقدم لها العبد، تكون محض فضل من الله عز وجل، أما السيئة والحسنة هنا يعني النعمة، السيئة يعني المصيبة، فلا بد أن يقدم العبد للسيئة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن الله جل يعفو عن كثير. فالحسنة لا يشترط أن يقدم لها العبد، فتأتي محض فضل من الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا بد أن يقدم لها العبد. الإمام ابن القيم يعني ذكر يعني في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي يعني عدة يعني آثار للذنوب والمعاصي، يعني نحن ننقل رؤوس أقلام يعني لا ننقل كل الكلام لأن الكلام مختصر جدا في البحر الضائق. فيقول الإمام ابن القيم المعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن أثار ذنوب المعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور يخذفه الله عز وجل يعني في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. وذلك روي أن الإمام يعني مالك لما رأى الشافعي يعني كان الشافعي يعني هو بعد الإمام مالك وأول العلماء ظهورا الإمام أبو حنيفة، يعني ولد يعني سنة 80 ومات سنة 150، ثم ظهر بعده الإمام مالك والتقى الإمام مالك بمحمد بن الحسن، وراجع محمد بن الحسن عن كثير مما ذهب إليه أبو حنيفة وقال
يعني قد رجعت، ولو رأى إمامي يعني ما رأيت لرجع كما رجع. بعد الإمام مالك كان الإمام الشافعي، تتلمذ الإمام الشافعي على الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ، ورأى الإمام يعني مالك يعني النور وعلامات الذكاء وتوقد الذهن عند الإمام الشافعي، فقال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي، منها حرمان الرزق كما ورد في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني كما أن التقوى سبب للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فترك التقوى سبب لحرمان الرزق. منها وحشة يجدها العبد بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين، إنسان يشعر بوحشة، كما ذكرنا في خطبة الجمعة، الإنسان إذا عصى الله عز وجل ابتعد، فرضاه الله عز وجل عن حضرته، فيجد الوحشة. القلب كلما كان أبعد عن الله كلما كان أشقى، وكلما كان أقرب إلى الله كان أسعد، كما أن أهل الفردوس هم أعلى الناس منزلة، والفردوس سقف عرش الرحمن. منها الوحشة التي تقع بين العبد وبين عباد الله الصالحين، منها تعسير أموره عليه، كلما يعني قصد شيئا يتعسر عليه، كما أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فمن ترك التقوى يجعل له من أمره عسرا، يعني حتى يأتيه النكد ممن هو موكل بخدمته، كما قال يعني بعض السلف: إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق دبتي وامرأتي، يعني الدبة تسهل له السير، يجد السيارة يعني تتعطل، يجد الزوجة تتأسد عليه وتتجرأ عليه، إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق دبتي وامرأتي. منها ظلمة يجدها العبد في قلبه أشد من ظلمة الليل البهيم، كما قال ابن عباس: إن الحسن نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومودة أو محبة في قلوب الخلق، وإن المعصية سوادا في الوجه وظلمة في القبر وضيقا في الرزق وبغضة يعني في قلوب الخلق، وهذا يعني ثواب عاجل للحسنة والسيئة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني هذا من عاجل يعني بركة الحسنة وعاجل شؤم السيئة، ولكن توفية الأعمال يوم القيامة. منها أن المعاصي تهن القلب والبدن، أما وهنوع القلب فأمر ظاهر، وأما وهنوع البدن فإن قوة المؤمن يعني في قلبه، كلما قوى قلبه قوى بدنه. منها حرمان الطاعة، يعني إنسان يحرم من الطاعة، فكم من نظرة منعت قيام يعني ليلة، إنسان نظر نظرة محرمة فحرم قيام الليل، كما قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقيل بعضهم: لا نستطيع قيام الليل، قال: كبلتكم خطاياكم. وقال بعضهم: أبعدتكم الذنوب. وقال بعضهم: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. ومنها أن المعاصي تقصر العمر، طبعا عمر محدد، وبعضهم قال أن الذي يعني في اللوح المحفوظ محدد، ولكن يعني في كتاب الملك لو وصل رحمه مثلا فيكون عمره مثلا 60 سنة، لو لم يصل رحمه فعمره 40 سنة، ويكون في الكتاب في اللوح المحفوظ يعني أنه سوف يصل رحمه وسوف يكون عمره 60 سنة، فالمحو والإثبات يكون يعني في كتاب الملك، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل. وقيل البركة تكون يعني بالإنسان يبارك له في أوقاته، فتجده يعني كل لحظة في عمره يستفيد فيها علما وأحوالا إيمانية، بخلاف يعني من يصل عمره مثلا 80 سنة. للأسف مررت بالأمس في الطريق يعني وجدت ناس يجلسون على مقهى، يعني رجال شكلهم يعني عدى 80 90 أو يزيدون، ويعني هم أمام الشيشة وأمام الشوارع، فتأسفت على هذه الأعمار الطويلة يعني التي تنفق في غير طاعة الله عز وجل. وطبعا إنسان يعني يخذل ويعني يحرم من الطاعة في آخر يعني عمره، يعني هذه عقوبة، لأن العبد يموت يعيش على يموت على ما مات عليه على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، فلابد أن هؤلاء من كثرة الذنوب يعني حالة
هذه الذنوب بينهم وبين الرجوع إلى علام الغيوب وغفار الذنوب، لأن العبد إذا شاب فهو كالحامل التي قد أتمت شهور حملها 9 أشهر لا تنتظر إلا الولادة. يعني قد يقول الشاب يعني أمامي عمر ولعلي أكبر، ولكن العبد إذا شاب ف يعني كالحامل التي قد أتمت شهور حملها 9 أشهر لا تنتظر إلا الولادة، وجاءكم النذير قيل البياض بياض الشعر. فالحاصل يعني أن البركة في العمر أن يستغل العمر في طاعة الله عز وجل، حيث أن الإنسان يعني كل دقيقة يعيشها فهو يقترب فيها من الله عز وجل ويصلح فيها يعني من يعني قلبه. فالعبد إذا أعرض عن الله عز وجل واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طبعا مراد الحياة الحقيقية الباقية الدائمة في جنة الله يعني عز وجل، بخلاف ما يظنه الناس الحياة الدنيا، لأن الدنيا يعني مبلغ يعني علمهم وأكبر همهم. يقول سير المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه عز وجل. هذه الحياة الحقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة الحقيقية حياة القلب، الحياة بالله عز وجل، بأن يكون هدفه الوصول إلى رضا الله عز وجل، ووظيفته العمل بطاعة الله عز وجل، بإقباله على ربه عز وجل، والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. من أثار الذنوب والمعاصي أنها يزرع بعضها بعضا، فغالبا يعني من يشرب الخمر غالبا تجده يزني، تجده يسرق، تجده يأخذ الرشا، لابد أنه يقع في معاصي أخرى، لأن المعاصي يولد بعضها بعضا. ولذلك قال الأوزاعي: إذا رأيت عند رجل يعني خصلة رائعة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات. لو وجدت يعني مداوم على صيام الاثنين والخميس، لو تدبرت في حاله تجد لا يضيع صلاة الفجر أو جلسة الفجر، تجد لابد أنه من أهل قيام الليل، لابد يعني لهذه الطاعة عنده أخوات. وإذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الشر فاعلم أن لها عنده أخوات، لأن المعاصي يزرع بعضها بعضا والطاعات يزرع بعضها بعضا، حتى تصير المعاصي هيئات راسخات. يعني العبد يفعل معصية ولا يجد لذة في فعلها، كما قال بعضهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال بعضهم: فكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شرب الخمر بالخمر. وقال بعضهم: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، ودوائي بالتي كانت هي الداء. يعني لا يريد أن يلوم أحد مثلا على شرب الخمر، يقول إن دوائه أيضا في الخمر. فتجد يعني يفعل معاصي ولا يجد لذة في فعلها، ولكن خوف الألم من مفارقتها. فإذا تكاسل عن معصية الله عز وجل نزلت عليه الشياطين تؤزه إليها أزا وتزعجه إليها إزعاجا، كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا. أما المؤمن فمن كثرة الطاعات والعبادات فهو يعني لا يحب أن يفرط الطاعة والعبادة، فمن طاعة إلى طاعة من عبادة إلى عبادة، فمن حضر إلى الصلاة يحضر درس العلم لعله يجلس مع أخي في الله عز وجل لعله يوفق يعني إلى يعني الدرس آخر يعني أو عمل آخر من أعمال الخير. يقول ابن القيم: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إلى الملائكة تؤزه إليها أزا أو تثبته عليها تثبيتا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتحرضه يعني على الطاعات وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عز وجل عليه الشياطين تؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، كثرة الطاعة والعبادة، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. منها من أثار الذنوب والمعاصي، وهو من أخوف على العبد، أنها تضعف القلب في إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن ينتهي من القلب استقباحها، إنه ما يجد قبح المعصية، لعله يقع في فواحش وكبائر من أكبر الكبائر ويتباهى، لأنه يعني ما لجرح بميت إلهه،
فهو يفتخر يعني بالمعاصي وقد ينكر على أهل الطاعة والعبادة لأنه انسلخ من القلب استخباح المعاصي فتصير له عادة فلا يستخبح من نفسه رؤية الناس يعني له يعني كلهم وكلامه فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية، كما قال ابن الجوزي يعني لا يجد لذة المعصية إلا دائم الغفلة، يعني لأن المؤمن يعني إذا فعل معصية يتألم عند فعلها ويجد الوحشة لأن قلبه ما زال في حياة، ولكن إذا صار لا يتألم ولا يتوجع فهذا علامة على موت القلب. يقول هذا الضرب من الناس لا يعافون ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عليهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. منها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق الزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، ويل للمطففين. والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود اللي هم عاد. فالعاصي لابس ثوب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله عز وجل. منها أي من أسباب من أثار ذنوب المعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه عز وجل وسقوطه من عينه، وإذا هان على الله هان على عباد الله. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصرهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإنسان يعني إذا أعز دين الله أعزه الله، وإذا يعني خذل دين الله هان على الله عز وجل فهان على عباد الله. منها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في عينه، يعني من كثرة ارتكاب الذنب كأنه ما فعل شيئا، فهو داوم على إطلاق البصر فلا يجد يعني غب يعني هذه المعصية أو لا يتألم بهذه المعصية وتهون عليه المعصية. كلما هانت عليه وكلما صغرت في عينه عظمت عند الله عز وجل، كما روى الإمام البخاري ليس بالسند المتصل ولكن يعني بحث يعني السند عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر أو الكافر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فهو قال في أصل جبل، ما قال عمارة ولا قال شجرة، لأن قد ينجو من يقع عليه يعني بيت أو تقع عليه شجرة، ولكن من وقع عليه جبل فليس هناك أدنى احتمال للنجاة. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والكافر أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني أمر هين. وقال أنس رضي الله عنه وهو لا يخاطبنا بل يخاطب التابعين قرن المفضل الثاني، يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. فما يفعله التابعون ويظنون يعني أنه أهوى من الشعر كان عند الصحابة من المهلكات لعظيم تقوى الصحابة لله عز وجل. من أثار الذنوب والمعاصي أن غيره من الناس يعود عليه يعني شؤمه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة إن الحبارة، والحبارة هو طائر طويل العنق نوع من الطيور، يعني لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة يعني الجد وأمسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. منها أن المعصية تورث الذل ولا بد، حتى الإنسان منا لو عمل معصية يشعر بالذل يعني بعد المعصية، لو عمل طاعة خاصة فيها إعزاز لدين الله يحس بالإيه بالعزة. ولذلك كان الإمام أحمد يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال الحسن البصري إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. فحتى لو كان رئيس جمهورية ويعمل بمعصية الله فهو يستشعر في نفسه بالذل،
وإنسان لو كان فقيرا مريضا يعني مسجونا ولكنه مشتغل بطاعة الله عز وجل فإنه يحس بالعزة. منها أن المعاصي تفسد العقل، فإن العقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد. ولذلك يعني ما في إنسان عاقل يعني يفعل معصية يتلذذ بها لحظات ثم يعذب بها في القبر ويوم القيامة ويعني في النار، فلا بد أنه ذهب عقله يعني عند المعصية فهي تضعف العقل. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. يقول: فهذا وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وفي قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه. والله عز وجل حليم، يعني يمكن أن يعاجل عصب الأم المعقوبة يعني في وقت المعصية، ولكنه يستر عليه ويحلم عليه ويعني يتركه يعني لعل يتوب ويرجع يعني إلى علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. يقول: هو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، بل يذهب السرق يسرق وبيدعي ربنا أن ربنا يستره وربنا ينجيه، والله عز وجل رحيم وصبور يعني يصبر عليه ويحلم عليه. وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، ولن يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة فيها. بل يكفي الشقاء والضنك بعد المعصية، يكفي ضيق القلب يعني بعد المعصية، إن لم يكن هناك عقوبة في الآخرة يكفي أن الإنسان بعد المعصية لا يجد لذة الطاعة والعبادة كما يجدها يعني في يعني قبل المعصية. فهذه العقوبات المعجلة يعني كافية لمن كان له عقل في الابتعاد عن معصية الله عز وجل، فكيف بعذاب القبر وكيف بعذاب يوم القيامة وكيف بعذاب النار العذاب الأكبر والعياذ بالله. يقول: الذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. أن المعاصي يعني مثل طعام أو شراب مسموم، قد يكون لذيذا سهيا وقد يتمتع به العبد يعني وقت أكله، ولكن لو علم أن فيه سما مهما كان لذيذا سهيا لا يقدم عليه. فالمعاصي كالطعام اللذيذ المسموم يتمتع به لحظات ثم قد يكون فيه موته أو قد يكون فيه مرضه، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، فالمؤمن يعني يذنب ويتوب يذنب ويتوب، يعني تنكت النكتة السوداء في القلب ثم يتوب وينزل ويستغفر ويكفر الحسنات المحية، بخلاف المداوم على المعاصي ويدبى المعصية المعصية، فهذا يعني يكون هناك يعني طبقة من السواد يعني على قلبه كما قال عبد الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تجد طبقة من البلك أو من الران أو من السواد على قلبه، وهذه الطبقة تمنع انتفاعه بالقرآن ويعني تمنع وصول المواعظ يعني إليه. قال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب فيه غشاوات وغلاف، فيصل إلى حالة يعني لا ينتفع بالإيه بالموعظة. وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول: فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. من المعاصي أو من أثار ذنوب المعاصي أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة وهي الصبر الذي يوضع في الجلد للتجمل، والواصلة والمستوصلة لتصل شعرها بشعر غيرها حتى تتجمل به، والنامصة والمتنمصة يعني التي تفعل نفس النمص لترقيق الحاجب،
والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، يبدو اللي هو يعني ده تبييض البشرة يعني. ولعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، اللي هو التنس المستعار، الإنسان يطلق المرأة يعني ثلاث مرات ثم يأتون، قد يأتون بطفل صغير وقد يدخل يعني فرجه في ذكره في فرجها يعني حتى يعني يقنع أنفسهم أنه فعلا دخل بها وأنها صارت حلالا للإيه للأول. وهذا هو التيس المستعار. فلعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه، ملعون في الخمر عشرة. ولعن من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض وهي أعلامها وحدودها. ولعن من لعن والديه، ولا يشترط أن يلعن هو والديه، بل يلعن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ويتسبب في لعن والديه بأنه سب غيره. ولعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا يرميه بالسهام، يضع فرخة أو طائر مثلا ويتعلم عليه الرمي بالسهام. ولعن المخنثين من الرجال، متشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء سواء في الحركات أو في الكلام أو في اللبس. ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، يعني مبتدع. ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباء، ولعن من سب أمه، ولعن من كمه أعمى عن الطريق، يعني أضله عن طريق. ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، يعني جعلها علامة في وجهها. ولعن من وسم، ولعن من ضر مسلما أو مكر به، ولعن زورات القبور. وده الصحيح زورات يعني، ولكن ضعف العلامة الألباني يعني رواية زائرات القبور، فقال التحذير من كثرة الإيه الزيارة. والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وفي حديث يعني لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، إنسان يشير بسكينة أو بحديدة إلى أخيه ولو على سبيل الهزار، يعني هذا لا يجوز، لأن الشيطان بيحاول أن يوقع العداوة بين المسلمين فقد ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وكان في قصة من قصص التائبين في كتاب عنبر الحياة، يعني كان بطل القصة يعني واحد كان له دين يعني عند آخر، والآخر ينطل بهذا الدين، فاتفق مع أنه يهدده بالمسدس، أنه هو يهدده من أجل أن يدفع هذا الدين ويهيئ له أنه هو يعني يدفع، أنه يقتله حتى يدفع يعني ما عليه. فذهب يعني بطل القصة وهدده وما اختصر الأمر على ذلك، فأفرغ فيه فعلا المسدس وقتله. فالشيطان يعني الشرع عندما ينهي عن شيء أو يأمر بشيء لابد هناك يعني حكمة. فلعن أخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه. ولعن من سب الصحابة رضي الله